صباح الخير، واليوم 9 مايو 2021 وتوقعاتنا الفلكية لهيدا النهار، وبداية مع مولود برج الحمل. عزيزي مولود برج الحمل، كأنك عم تتعامل مع فريق غير متجاوب مع طريقتك بمعالجة المشاكل الحساسة داخل محيطك المهني، وهيدا الشيء ممكن يعكس بسلبياته على علاقتك معهم. وأما عاطفيا، رغبة الشريك بتطوير علاقتك معه رح تكون الدافع الأكبر لك للبدء برسم خطط جديدة وإيجابية لمستقبل علاقتكم سوا. مولود برج مفاجأة أو خبر ممتاز بانتظارك على الصعيد المهني أو الدراسي، بالإضافة لمهمة جديدة أو عمل خاص رح تبدأ بتنفيذه بشكل ملفت ولكن على مراحل. وأما عاطفيا، ما تتوقع الكثير من الشريك بهذه الفترة، والمطلوب منك المبادرة بالخطوة الأولى لتحرير العلاقة من أي توترات غير محسوبة. مولود برج الجوزاء، وضعك المهني عم يستنفذ كل طاقاتك الجسدية والذهنية، والأجواء تبدو صعبة حاليا وبتطلب منك التركيز على الوظيفة الجديدة ووضعك المالي بس. وأما عاطفيا، وضعك العاطفي قد يصبح مصدر قلق وترقب، وعم تشعر بأن الظروف ظلمتك بالفترة الماضية. مولود برج السرطان، رح تتوصل لخطوة مهمة رح تساعدك على تحسين ظروفك الاقتصادية وحسم الأمور بشكل ملفت لصالحك من خلال مكان عمل جديد أو سفر قريب. وأما عاطفيا، رح تتفاعل مع مواقف الشريك بشكل إيجابي، ووجوده إلى جانبك رح يساعدك على تخطي مواقف قديمة حصلت معك بالسابق. مولود الأسد، توقع فرصة عمل جديدة أو قرار مرتبط بمجال مهني مش بالحسبان، ومن الأفضل بالنسبة لك اعتماد السرية والكتمان بالوقت الحالي. وأما عاطفيا، تبدو وكأنك عايش بمكان بعيد كل البعد عن الشريك، ومن الضروري إعادة النظر ببعض القرارات المرتبطة بهذا الموضوع بشكل إيجابي. مولود برج العذراء، عم تستعد لتصحيح بعض المواقف المهنية قبل فوات الأوان، وتوقع وظيفة إضافية رح توفر لك فرص ومجال مهمة لقدام أكثر. وأما عاطفيا، إجبارك على اتخاذ قرارات سريعة بدل عن الشريك ممكن يأذي علاقتك معه، فانتبه حتى ما تتبنى أخطائه بتهورك وينرمى الحق عليك. مولود برج الميزان، عم تترقب حلول مهنية قد تكون مدعومة من أحد الأشخاص أو المقربين منك، وبنفس الوقت عم تستعد للسفر والبدء من جديد بأعمال خاصة أو مع جهة بتوثق فيها. وأما عاطفيا، كأن الأمور عم تتطور نحو الأفضل مع الشريك، ومن الضروري التركيز على مستقبل علاقتك معه بطريقة مثالية أكثر. مولود العقرب، أوضاعك المهنية أفضل من السابق، واحتمالية الحصول على أشياء بتحلم فيها مش صعبة أبدا، بالإضافة لمراجعة طبية قريبا. وأما عاطفيا، عم تتضاعف اهتماماتك بالشريك بشكل مبالغ فيه، وكأنك عم تشغل بالك بوساوس وهمية ممكن تعكس بصورة سلبية على علاقتك معه. مولود القوس، الفلك عم يتحدث عن علاقات مهمة رح توفر لك الفرص المناسبة لترتيب ظروفك المهنية، إن كان بعمل حر أو بوظيفة إنقاذية. وأما عاطفيا، ابتعد عن الدخول بأي مغامرة عاطفية غير مناسبة لظروفك. وأما المرتبطين، تبدو الأجواء مشجعة للتصالح والتقارب مع الشريك. مولود الجدي، حماسك المهني رح يخلصك من روتين وظيفتك التقليدية، ولكنه بيتطلب منك جهد كبير لتحديد أهدافك القريبة ولمضاعفة مكاسبك المالية. وأما عاطفيا، المواقف الانفعالية مع الشريك عم بتهدد علاقتك معه بالخطر، وممكن تأذي مشاعره تجاهك. مولود الدلو، عم تتحسن ظروفك المهنية بصورة تلقائية، والأجواء مبشرة بالانتقال إلى جهة معينة أو للبدء بمجالات أكبر مع جهات بعيدة. وأما عاطفيا، مشروعك المستقبلي اللي كنت عم بتخطط له مع الشريك يبدو أنه أصبح قابل للتنفيذ. مولود برج الحوت، يبدو أنه التمسك بمجالك المهني رح يضيع عليك فرص البدء بمشروعك الخاص اللي كنت عم بتخطط له من فترة طويلة. وأما عاطفيا، أنت الوحيد اللي عم بتراعي ظروف ومشاكل الشريك الخاصة بدون ما يقدم لك أي تضحية لك بالمقابل. هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية لهيدا النهار، إن شاء الله تكونوا حبيتوها. بلاقيكم بكرة بنفس الوقت، ضلكم بألف خير، باي باي.